تعالى بقى كنا بنتكلم بقى مع حضراتكم ومع الهواند من شويه على فكره ان في ناس كتير الفتره الاخيره ما كانتش قادره تروح صالات الجيم او النوادي. طبعا الدنيا كلها كانت مقفوله بمعرفه جائحه كورونا، ولكن في الفتره الاخيره الدنيا اتفتحت من جديد، ولكن برضو في ناس كتير ممكن تكون متخوفه او متردده في ان هي تروح للنادي او ان هي تروح صالات الجيم خوفا من الاصابه او من العدوى. ففي شويه اجراءات احترازيه معينه لازم اللي من حضراتكم مواظب وعايز يكمل في المواظبه على المروح لصالات الجيم لازم يراعيها ولازم ياخد باله منها. تعالوا نتعرف عليها من خلال التقرير اللي جاي ده. اتمنى يعني النهارده قبل بكره حقيقي ان احنا نخلص من كورونا وتبعاتها، فلنكتفي بهذا القدر. فلنكتفي بهذا القدر كده، المسائل فرطت زياده عن اللزوم. برضه تحب تقول فلنكتفي بهذا القدر.